زملائي الأعزاء، النهاردة إن شاء الله هنخصص الحلقة عن قانون العمل، وهنحاول بإذن الله في عدد من الحلقات نتناول قانون العمل بشكل مبسط ومهم، ومن ناحية العملية هيكون إن شاء الله عائد بالفائدة على الجميع. بداية لازم نعرف ما هو قانون العمل. طبعا قانون العمل هو مجموعة القواعد اللي بتحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بإيه؟ فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والضمانات. وطبعا لما أقول العامل وصاحب العمل يعني شخص طبيعي ولا معنوي؟ لا، شخص طبيعي بيؤدي عمل لصالح شخص آخر مقابل أجر، وهذه العلاقة اللي هي العامل وصاحب العمل مقابل الأجر لابد أن تكون قائمة على علاقة التبعية، فالعامل بيتبع صاحب العمل وبيؤدي العمل لصالحه. قانون العمل هو القانون العام الرئيسي الذي يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لكن هناك قانون آخر بينظم علاقات العمل وعقد العمل، وهو القانون المدني. وبعد كده هنحاول إن شاء الله نوضح متى ينطبق القانون المدني على العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومتى يحكم العلاقة قانون العمل. وهناك أيضا قانون التأمينات الاجتماعية، وهذا القانون أيضا بيحكم العلاقة، ولكن عايزين نتفق أن القانون الأساسي الذي يعتمد عليه هو قانون العمل. طيب بداية عايزين نعرف ما هو الأجر. إيه هو الأجر؟ احنا بنقول عامل وصاحب عمل ولا بد أن يكون هذا العمل مقابل إيه؟ أجر. إيه هو الأجر بقى؟ الأجر ده وكل ما يحصل عليه العامل سواء كان ثابتا أو متغيرا نقدا أو عينا مقابل ما يؤديه من عمل. تاني، الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، سواء كان اللي بيحصل عليه ده شيء نقدي أو شيء عيني، شيء ثابت أو متغير، هو ده الأجر. يعني معنى كده إن في أجر اسمه الأجر الأساسي. إيه هو الأجر الأساسي أو الأجر الثابت؟ الأجر الأساسي أو الأجر الثابت هو غالبا الأجر الذي يتم تسجيله في عقد العمل وتحسب على أساسه التأمينات الاجتماعية. طيب في حاجة تانية غير الأجر الثابت ده؟ طبعا هناك الأجر المتغير، والأجر المتغير ده هو كل ما يحصل عليه العامل إضافة إلى الأجر الأساسي، زي إيه؟ العلاوات، الحوافز، العمولات، البدلات، المنح، المكافآت، كل دي بتعتبر أجر إيه؟ متغير. طبعا الأجر المتغير ده ما بيبقاش ثابت، احنا سمينا الأولاني الأجر الثابت وسمينا ده المتغير. طب متغير ليه؟ لأنه يزيد أو ينقص أو حتى بساعات بيتوقف، لأنه مرتبط بالإنتاج، مرتبط بالأسلوب الراقي اللي بيقوم به العامل، مرتبط بحسن الأداء، مرتبط بأمور كثيرة بيعتمد فيها على منظومة العمل وسير العمل أثناء فترة أداء العامل لعمل. طيب هل في ناس لا ينطبق أو لا يسري عليها قانون العمل؟ يعني من هم الأشخاص الذين لا يسري عليهم قانون العمل؟ قانون العمل لا يسري على العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة. ليه؟ لأن دول بيخضعوا لعلاقة لائحية تنظمها الدولة وليست علاقة عقدية خاصة.
كمان غير العاملين بمجلس الدولة والهيئات العامة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ومن في حكمهم زي الخادمة والسفراجي والمستاني وجليسة الأطفال والغفير الخاص، دول لا ينطبق عليهم قانون العمل. وأخيرا ممن لا ينطبق عليهم قانون العمل أفراد أسرة صاحب العمل، يعني أفراد أسرته دول مش هنطبق عليهم علاقة عمالية، ده هو ملزم بالإنفاق عليهم، ملزم أن يعولهم. طيب سؤال، هل يجوز لصاحب العمل أن ينقص أو يقلل من حقوق العامل الواردة في قانون العمل؟ يعني مثلا يقول له ايه، بص يا ابني الدنيا دلوقتي ما فيش شغل قوي، فانت هتشغل عندي هو الحد الادنى للاجور 1200 جنيه، انا هديك 1000 جنيه بس، هل يجوز هذا الكلام؟ او بص يا ابني انا مش هديك اجازات، انت هتشغل معانا بس انت مالكش اجازات، اذا موافق على كده انت معايا. الاجابه لا، طبعا لا يجوز، ويقع باطلا بالنص واضح في القانون، في قانون العمل يقع باطلا اي اتفاق او شروط تنقص من حقوق العامل. طيب سؤال مهم، ماذا لو امتنع صاحب العمل عن تحرير عقد العمل للعامل؟ يعني قال له اشتغل ولكن ما ادهوش نسخة من العقد، او حرر عقد خاص به هو احتفظ به لنفسه ولم يسلم العامل نسخة من عقد العمل، ايه الكلام ده، ايه حكمه؟ طبعا المفترض القانون قال يلتزم صاحب العمل بتحرير 3 نسخ من عقد العمل، نسخة يحتفظ بها كصاحب عمل، ونسخة تسلم للعامل، ونسخة تسلم الى التأمينات الاجتماعية، مكتب العمل او لمكتب العمل او التأمينات الاجتماعية، عشان يتابعوا ويراقبوا هذا العقد والأجرة اللي فيه ومدته، وبعد كده ما يستجد في شأن العلاقة العمالية. طيب لو لم يحرر صاحب العمل عقد للعامل، ايه العقوبة وايه الجزاء؟ القانون بيعاقب صاحب العمل بغرامة حدها الأدنى 50 جنيه وحدها الأدنى الأقصى 100 جنيه حال الامتناع عن الالتزام بتسليم العامل نسخة من العقد. طب نفترض أن العامل بيعمل ويعني ما يعرفش المعلومة دي قانونا وما خدش، أنا أقول أن أغلب، يعني مش هنقول أغلب، هنقول نسبة كبيرة من الشركات بتشغل العمال لديها وما بدوش نسخة من العقد، فهل العلاقة دي قائمة ولا ايه بالظبط؟ كيف يثبت العامل علاقة العمل رغم انه لا يمتلك نسخة من العقد؟ القانون هنا وقف في صف العامل واجاز له اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات، يعني يمكن ان هو يعتمد في الموضوع ده على شهود، مجرد ان هو يجيب شاهدين في القضية يثبت بيها ان هو اشتغل او بيعمل تبع الشركة الفلانية او تبع صاحب العمل الفلاني. وانا اتذكر احدى القضايا اللي جات لي، ولد اشتغل في احدى المصانع 3 ايام فقط، اول ما راح، طبعا هنتكلم بعد كده عن فترة الاختبار وهنتكلم عن امور كثيرة، لكن هو راح ما عملوش حاجة خالص، ما فيش اي دليل، ما هو دخل ادخل يا ابني اشتغل. راح الولد داخل شغلوه على مكنة اسمها مكنة كبس الحديد، مكنة المصنع اصلا بيشتغل في صناعة المواسير الصلب، فالولد راحوا مدخلينه من غير تدريب ومن غير اختبار ومن غير حاجة، راحوا مدخلينه وشغلوه على مكنة الكبس دي، والمكنة دي عبارة عن حاجة حديدية بتنزل بقوة بحيث انها تعمل اسطمبة للمصورة او لحاجة زي كده. فالولد هناك احد امرين، اما انه غير مدرب
وإما أن المكنة هناك فيها يعني خطأ أو فيها عيب. فللأسف الشديد نزلت الاسطمبة الحديد دي على إيده فبوترت حوالي 3/4 يده، فأصبح جزء بسيط اللي متبقي من إيده بيحركه، لكن مش صابع طارت وشكل صعب جدا يعني. وطبعا الشركة هنا راحت واخد الولد موديها مستشفى خاص، مش مستشفى حكومي، مستشفى خاص تبعهم، عملوا له الحد الأدنى من المطلوب يعني. وخرج الولد من المستشفى بعد حوالي 3-4 شهور وروح وبدأ يتابع مع بعض الأطباء في مجال التجميل على حسابه الخاص. استمر الولد في ظروفه دي لمدة 8 شهور أو 9 شهور. فوجئت بوالده جاي لي وجايب مع الولد، قال لي احنا دلوقتي حصل كذا كذا، وانا يعني اثبت ازاي ان هو كان شغال في الشركه دي يعني، وهل هو له حقوق عند الشركه دي؟ قلت له طبعا، رغم ان هو اشتغل ايه 3-3 ايام. فعلا اخذت هذا الرجل يعني هذا الولد وطلعنا على مكتب العمل، وهنتكلم بعد كده ايه هي الاجراءات اللي العامل يستطيع أن يقوم بها للتوصل أو للوصول إلى الحق أو الوصول إلى يعني الحصول على حقه من صاحب العمل. مكتب العمل يعني طبعا عملنا بيعمل محضر وبيثبت فيه الكلام ده، لم يكن مع الولد إلا صورة من التقرير الطبي اللي دخل بيه المستشفى اللي صاحب العمل ودى فيه، وقلنا ان هو اشتغل 3 ايام وحصل كذا كذا كذا. الشركة لم تحضر للأسف ولم تواجه هذا المحضر في مكتب العمل. فمكتب العمل بيحيل، وده اجراء طبيعي جدا، بيحيل الاوراق الى المحكمة، وحيل الامر الى المحكمة، وتقدمنا بطلباتنا في هذه الدعوة بتعويض قدره 100,000 جنيه تعويضا عن ما أصاب هذا الشاب من أضرار أدت إلى بتر جزء كبير من يده اليمنى. طبعا ما فيش دليل يعني، انت دلوقتي قدام المحكمة ايه الدليل؟ هو المحامي الشركة لو جه قال لك انا ما اعرفوش اصلا، ايه الدليل؟ هو مجرد دخوله مستشفى خاص ده دليل على انه كان بيعمل في الشركة؟ فاحنا لحسن الحظ ان هو تعاطف معه بعض العاملين اللي كانوا عاملين في هذا المصنع وهذه الشركة، واستطاع ان هو يستحضر 2 من الشهود امام المحكمة، قرروا ان هو فعلا جه واشتغل 2-3 يومين وبعد كده اصيب وما عادش بيجي تاني. وبناء عليه حكمت المحكمة بتعويض 50,000 جنيه لهذا الشاب، ثم في الاستئناف زاد المبلغ الى 80,000 جنيه. عايز اقول ان لازم يبقى العامل عنده معلومات كافية بحيث ان هو يستطيع ان يتوصل الى اخذ حقوقه كاملة من الشركة اللي بيعمل بيها، وفي نفس الوقت يجب ان يكون ملما تماما بواجباته الوظيفية حتى تستقيم العلاقة وحتى تكون علاقة العمل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. سؤال آخر، واسمحوا لي انا عامل المحاضرة بنظام سؤال عشان يعني تبقى الامور ايسر على المستمع وتبقى المسألة ميسرة ما تبقاش جامدة او مملة. العامل اول ما بيدخل الشركة او يلتحق بالعمل، هل بيتم قبوله فورا يعني تعالى الف مبروك انت بقيت شغال معانا ولا ايه اللي بيحصل؟ لا طبعا، لازم بيخضع لفترة اسمها فترة ايه الاختبار. وفترة الاختبار دي المفترض انه متعاقد خلال فترة الاختبار مع الشركة التي يعمل بها، بس هي فترة، هذه الفترة لصاحب العمل فيها ان هو يقيس مستوى هذا العامل، يراجع يشوفه من ناحية اللياقة، سلوكه الأخلاقية يعني، برضو بيتعرف العامل نفسه بقى بيتعرف على ظروف العمل،
وهل هو قادر على انه يشتغل في هذا العمل ولا لا، وهل هذا العمل يتوافق مع طبيعته ولا لا. كل الكلام ده بيبقى خلال فترة الايه؟ الاختبار. طيب ما هي مدة الاختبار؟ حدد القانون مدة الاختبار بالحد الاقصى 3 شهور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن فترة الاختبار تبقى من يوم لثلاثة اشهر، بس لا تزيد عن كده، لا تزيد عن 3 اشهر. طيب صاحب العمل رأى العمل لا يصلح يقدر يمشيه، لان هي دي فترة اختبار يستطيع ان هو يقرر فيها هل يقبل هذا العامل او يرفض. العامل خلال هذه الفترة من المفترض انه يؤدي على اكمل وجه حتى يثبت لصاحب العمل انه كفء وانه يستحق الوظيفة. طيب هل يجوز لصاحب العمل ان هو يجدد الفترة للعامل، يعني يخليه 3 شهور وبعدين يرجع يقول له 3 شهور تاني؟ لا طبعا لا يجوز، لان هي فترة واحدة، وإلا كان كل صاحب شركة هيستغل الحكاية دي ويخلي العامل لفترة طويلة جدا تحت الاختبار عشان لا يخضعه لمسألة ضوابط التأمينات الاجتماعية، يعني مش هيأمن عليه ما هو فترة الاختبار. طب هل يجوز له ان هو يعيد فترة الاختبار بس يلحقه بوظيفة تانية؟ يعني مثلا العامل دخل على انه هيشتغل في جزء الانتاج، فاكتشف صاحب العمل انه لا يصلح، فقال له لا انا انت مش هتصلح. قال له طب اديني فرصة تانية انا عايز اشتغل. قال له طيب انا هديك 3 شهور يعني اجربك فيها في مجال التسويق، هل يجوز هذا؟ اذا كان مش في نفس المجال يجوز ان هو يجربه في نشاط اخر في نفس الشركة او نفس الايه العمل. اخيرا سؤال مهم، ماذا لو مرض العامل اثناء فترة الاختبار؟ يعني هو فترة الاختبار جاله مرض وهذا امر خارج على ارادة الجميع، او تم غلق المنشأة مؤقتا لاي ظروف، زي مثلا زي انتشار وباء كورونا ده عمل يعني ادى الى غلق معظم المؤسسات، ففي الحالة دي فترة الاختبار تحسب ازاي؟ الإجابة بتمتد فترة الاختبار عن بحيث انها يضاف اليها المدة اللي العامل مرض فيها او اغلقت فيها المؤسسة او الشركة. ماذا لو امتنع صاحب العمل عن تحديد الاجر للعامل الذي انتهت فترة اختباره؟ يعني هو بعد ما ادى فترة الاختبار قال له انت زي الفل، انت معانا ان شاء الله بتعمل معانا في الشركة، ولكن لم يحدد له اجر. ثم حدث نزاع بين الطرفين، فكيف يمكن حساب اجر هذا العامل؟ القانون نظم هذه المسألة وقال يستحق العامل اجر المثل ان وجد، اجر المثل بالثاء، اجل الاجر المثل ان وجد. ما معنى اجر المثل؟ العمل المشابه او الموافق لهذا العمل المرتب فيه بيبقى في حدود كام، وبناء عليه نقدر نحسب. طيب مفيش، ما لقيناش حالة مثل نقارن بيها. يقدر هنا وفقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل. في حاجة اسمها عرف المهنة، عرف المهنة ده يحكم تحديد الأجر. طب مفيش، تتولى المحكمة تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة. يبقى في 3 وسائل نستطيع بها تحديد أجر العامل. أول حاجة أجرة المثل إن وجد، تاني حاجة وفقا لعرف المهنة، تالت حاجة إن لم يوجد تقدير المحكمة للأجر وفقا لمقتضيات العدالة. طيب إذا لم يحدد صاحب العمل الأجر للعامل، إيه عقوبته؟ عادي يعني ولا فيها عقوبة؟ لا فيها طبعا عقوبة، يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه. ونكتفي في هذه الحلقة بهذه المعلومات، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنكمل بإذن الله الحديث عن قانون العمل. كل التوفيق والاحترام لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.